أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مجدداً في برنامجنا المجلة اليهودية. سوف نتناول اليوم موضوعاً جديداً من مواضيع المجلة اليهودية. سنتحدث عن تصور موجود لدى المشاهد العربي، وبشكل عام ليس لدى المشاهد العربي ولكن موجود بشكل عام حتى لدى القارئ العربي، هو أن اليهودية طائفة واحدة. هل فعلاً اليهود طائفة واحدة؟ هل لهم لون واحد أم لهم تعدد ألوان؟ هل هم قديما كانوا طائفة واحدة أم كانوا متعددي الطوائف؟ حلقة اليوم سوف تعالج هذا الموضوع وتطرح أنه هل فعلا كانوا دائما نسقا واحدا، جماعة واحدة في الجغرافيا، وهل كانوا مجازا جماعة عرقية واحدة؟ في الواقع إذا ذهبنا قبل الميلاد نلاحظ أمر ملفت، بأن الجماعات اليهودية ليسوا جماعة واحدة، هم كانوا متعددي الجماعات، متعددي الفكر ومتعددي الانتماءات. في فترة الهيكل الثاني، وهي فترة تقريبا 300 أو 400 قبل الميلاد حتى 70 ميلادي، كان لدينا ثلاث طوائف رئيسية: الفريسيون، وهم معروفين بشكل عام بالنسبة للقارئ العربي والمشاهد العربي، والصدوقيون، وجماعة الثوار أو الغيوريون. ثلاث جماعات مشهورة، ثم لدينا جماعة قمران، هذه الجماعة الرابعة. إذن نحن لم يكن لدينا جماعة دينية واحدة، كانت توجد أربع جماعات متباينة في الرؤى، متباينة في الأفكار. أحد الأشياء الحادة والخلافية بين هذه الجماعات مسألة قبول القيم والثقافة اليونانية والإغريقية. موضوع قبول القيم والثقافة اليونانية الإغريقية كان مسألة توجد فيها تحدي كبير. هل يقبل الشخص اليهودي القيم والثقافة اليونانية؟ وماذا عن الكتاب المقدس؟ وماذا عن الإيمان اليهودي؟ هل يمكن أن تؤثر قبوله في الفلسفة الإغريقية على طريقة إيمانه؟ كان هذا موضوع محل جدل، وكانت يوجد جماعات مع قبول الثقافة الإغريقية واليونانية، وجماعات ترفض ذلك. جماعة الصدوقيين، وهي جماعة شهيرة من كبار الكهنة، وأيضا كانوا المشرفين على شؤون الهيكل، هؤلاء قالوا لا، نحن دعونا نتبنى القيم اليونانية. كانوا منفتحين على الثقافة الهيلينية. في مقابل التيارات الأخرى، التيار الفارسي أو جماعة الفارسية وجماعة قمران، كانوا رافضين لموضوع الانخراط في موضوع الثقافة اليونانية أو الهيلينية، إضافة طبعا لعموم الشعب اللي كانوا عندهم رفض لهذا الموضوع. ولكن ما تميز في هذه الفترة، رغم الخلاف الحاد سواء في العقائد في النظرات، ما كان عندهم احتداد خلاف تتحول إلى صراع طائفي بين الجماعات. ربما لهذا السبب نحن نعتقد أنه لا يوجد طوائف في الماضي، لا، كان يوجد طوائف، ولكن كانوا يتميزوا بأن كل جماعة أو كل طائفة ما كان عندها اعتقاد بأنها تحتكر الحقيقة. كان عندهم اختلافات شديدة بخصوص الشريعة والتفسير والمواقف السياسية، ولكن ما كان عنده قناعة أن الشخص الآخر هو لابد محاربته. وربما هذا ما كان يميز الحالة اللي موجودة آنذاك. بعد سنة 70 ميلادي اختفت جميع التيارات الكبرى في اليهودية، تلاشوا الفريسيين وتلاشت الصدوقية وجماعة بحر قمران طبعا، وبالإضافة إلى أن الثوار أو الغيورين انتهوا طبعا. في القرن الأول ظهرت معنى يهودية جديدة. هل يهودية جديدة هي في الواقع حصيلة
هؤلاء الجماعات اللي ذابت وانخرطت وتشكلت من أول جديد. اليوم نحن لما نقرأ في الكتابات المعاصرة نقرأ عبارة اليهودية الحبرية، أو أحيانا في العربية تترجم اليهودية الربانية. ماذا يقصد بها؟ يقصد بها هذا الشكل الجديد من اليهودية التي ظهرت في القرن الأول بعد دمار الهيكل، بعد تلاشي هذه المجموعات. وفي القرون الوسطى ظهرت جماعة جديدة هي القراءون أو القرائية. فقط هنا أول مرة نشهد صراع بين مجموعتين يهوديتين، الأولى اليهودية التقليدية أو الحبرية، والمجموعة الثانية اليهودية القرائية. هل يا ترى العصر الحالي اللي نحن عايشين فيه ما في اختلاف بين التيارات اليهودية؟ هل يوجد تعدد تيارات يهودية؟ في الحقيقة يوجد أكثر من تعدد، يوجد اختلافات حادة في الرؤية بين التيارات اليهودية المعاصرة. نحن لدينا جملة تيارات موجودة. أول شيء نحن لدينا التيار الأرثوذكسي، هو تيار موجود على النطاق متفاوت في أوروبا الغربية وأمريكا وإسرائيل. يوجد لدينا المحافظون، أيضا لهم حضور. ويوجد لدينا التيار الإصلاحي، التيار الإصلاحيون. مثلا الإصلاحيون يقبلون أن يكون الشخص يهوديا إن كان من أب يهودي، بينما الأرثوذكس والمحافظون يرفضون ذلك. لدينا تيارات الحسيديم، هي أقرب، لا نقول صوفية ولكن بتعريفاتنا المعاصرة أقرب للصوفية، أو تيارات تركز على العبادة والقيم الأخلاقية. لدينا الأرثوذكس المتطرفون، حركة الحريدية، أحد أشهر الحركات اللي أحياناً بيتم الحديث عنها في الإنترنت وتقديم معلومات عنها رغم أنها معلومات غير دقيقة. طبعاً ولدينا حركة إعادة الأعمار. فإذا نحن اليوم في اليهودية المعاصرة لا يوجد لدينا شكل واحد من أشكال اليهودية، يوجد لدينا أشكال مختلفة وقراءات مختلفة للثقافة والإيمان اليهودي. الأمر الثاني أني هل يا ترى المسألة مقتصرة فقط على الاختلافات الطائفية أو المذهبية؟ لا، ليست كذلك. أي اعتقاد بأن اليهودي السوري هو نفس اليهودي الأمريكي، بأن نفس اليهودي الفرنسي أو اليهودي الأثيوبي، هو اعتقاد لا يقوم على واقع. لماذا؟ لأنه في داخل الثقافة اليهودية أو التقييمات يوجد مجموعتين رئيسيتين، مجموعة الأشكناز ومجموعة السفارديم. الأشكناز هم المجموعة اليوم هو الأكثر طغياناً، ليس طغياناً بالمعنى التسلط ولكن أكثر عدداً، أكبر عدداً. كانوا لحدود 1900 تقريباً يهود الذين يعيشون في غرب أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وجزء من أوروبا الشرقية، أوكرانيا وروسيا وليتوانيا. وغالبية اليوم كما قلنا هم ينتمون إلى الأشكناز. المجموعة الثانية هم يهود السفارديم، هي كمان اليهود الذين كانوا يعيشون في إسبانيا حتى القرن الخامس عشر، وبعد طرد اليهود من 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 إسبانيا في القرن الخامس عشر انتقلوا هؤلاء اليهود إلى شمال أفريقيا وإلى الدولة العثمانية وإلى الشرق بشكل عام. وبهذا صار يطلق عليهم السفارديم بمعنى إسبانيا، لأنه أتوا من إسبانيا. كلمة سفارديم من كلمة إسبانيا تأتي، ورغم أنه كانوا لم يكونوا. واليوم صار يطلق على اليهود اللي موجودين في هذه المنطقة يهود السفارديم، رغم أني ليس بالضرورة جاءوا من إسبانيا. المجموعة الأخيرة اللي موجودين كمان أيضا نحن نسمع عنهم وربما لا نميزهم، المزرحيين أو المجموعة الشرقية. يهود المزرحيون تطلق على اليهود الذي أتوا من بلدان شرقية مثل فارس، يعني اليهودي الذي أتى من أثيوبيا هو لا ينتمي إلى الأشكناز ولا ينتمي إلى السفارديم، هو ينتمي إلى المجموعة الثالثة، يهود المزرحيم أو الشرقيون. الإيراني، اليهود الإيراني أو من فارس، اليهود اليمني. فإذا نحن لدينا مجموعة من الاختلافات. ما دلالة هذه الاختلافات؟ بمعنى ما دلالة هذه الاختلافات، الأشكناز، السفارديم، المزرحيم؟ لا توجد دلالات خطيرة بالمعنى الاختلافات المذهبية، ولكن الاختلافات المذهبية موجودة بين الطوائف، الأرثوذكس المحافظون. أما الاختلافات بين الأعراق، مجازا الأعراق، أشكناز، سفارديم، تظهر من خلال اختلاف
بآليات الأعراف. يعني لو نحن ذهبنا لعيد فصح أشكنازي رح يكون في يوجد اختلاف عن عيد الفصح السفردي. إذن بالطقوس، بالاحتفالات، بالأعياد يوجد اختلاف، يمكن أن نطلق عليه الاختلاف بالأعراف. إذن كل جماعة أخذت عادات متأثرة بالبلد التي انطلقت منه. الأشكنازي الذي أتى ربما من أوكرانيا أو من روسيا أو من فرنسا له بعض العادات مختلفة عن السفردي الذي ربما أتى من بلد آخر، مختلف عن المزرعي الذي أتى من أثيوبيا. بالعموم إذا يوجد اختلاف بين العادات والموسيقى واللباس. نحن بنقول أني أي تصور على أن نحن لدينا جماعة واحدة أحادية المذهب وأحادية القومية هو تصور غير صحيح. حلقة اليوم قدمتنا فكرة بأن نحن لدينا تعدد ثقافي قومي وتعدد طائفي بين اليهود، وهم ليسوا جماعة واحدة ورؤية واحدة. فشكرا للمتابعة، وحلقة اليوم انتهت، نلقاكم في الحلقة القادمة بعون الله.